غاية استعدادنا للانطلاق مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء. فتحت البوابات على بركة الله في ثاني أشواط هذه الأمسية، الشوط الثاني بجزء الثاني. الاندفاع السريع للجل المهر كرم عادل فريدي للمركز الأول، وأشاهد هذامة في المرتبة الثانية، مع أيضا نشاهد شموخ رضوى في المرتبة الخامسة. ومن المسار الخارجي مران السعد يحاول أن يتقدم، والأمام أيضا في المرتبة الرابعة يا أيضا كرام إلى المركز الأول. شعار عبد الرحمن المخ مخضوب التقدم ايضا من قبل المهره بسمات ابنه تريبل جيج للمرتبه الرابعه، يتقدم الامام يحمل رقم 10 مع ريان طويرش في المرتبه الثالثه، يتقدم شيئا فشيئا، ولكنه كرام يحاول ان يلقي السلام عند علامه ال 400 متر الاخيره ويذهب الى خط النهايه اولا مع عادل فريدي. والله كرام ما شاء الله تبارك الله يتقدم، ولكن المطار من الامام يتقدم بقوه مع ريان طويرش، ولكن عادل يدفع كرام الى المركز الاول. كرام يتقدم بقوه بفارق كبير من الاطوال عن المرتبه الثالثه ما شاء الله تبارك الله الى خط النهايه بمستوى مميز جدا. وايضا الامام في المرتبه الثانيه مع ريان طويرش، شعار دخيل